اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه برحب بالدكتور شريف صلاح الدين، استشاري التدريب والتطوير والمعد النفسي للكثير من الفرق الرياضيه. اهلا بك يا دكتور. اهلا وسهلا. دكتور، يمكن الكلام كله دلوقتي عن الدوره الاولمبيه ونتائجها، طبعا الكلام ده مال الميديا كلها، ولكن احنا هنخش في حته الحقيقه يمكن مش كتير دخلوا فيها، اللي هو اعداد البطل والاعداد النفسي، وازاي تتوسم نفسيا في هذا البطل انه ممكن يكون في الايام لاعب محترف او بطل اولمبي، واكيد في اعمده للشخصيه المحترفه او البطله. ايه الموضوع ده؟ الحبول اول، طبعا كل مدرب من مدربين القطاعات الناشئين انت دورك مهم قوي في صناعه المحترف. المحترف يصنع، على فكره كلمه موهوب يبقى محترف دي، لا موهوب يبقى حريف لكن يعني مش محترف. يعني فرق كبير قوي 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 قوي، يعني فرق كبير جدا. عندنا حريفه كتير بس المحترفين قليلين. شغلانه المحترف بقى دي اللي بيشتغلها المدرب، ازاي تحوله من حريف الى محترف. ازاي يا دكتور؟ اولا احنا قيمه الوعي الذاتي للولد وهو صغير، ان انا ابقى مدرك او انا بفكر ازاي، بتصرف ازاي، انا بعمل دي ليه. يعني ايه الوعي الذاتي؟ لا عايزين نوضح السيلف اويرنس ده، اللي هو بيكلمك على يعني ايه مثلا الواقع بتاعي ويعني ايه الموقع. الواقع ده بالمناسبه انا طبعا مدير فني الفولي بول في انديه كتير طبعا، طبعا جوه مصر وبره مصر. فهقول لك مثلا يعني ايه واقع، يعني ايه موقع. افتكر انا في منتخب الناشئين كانوا دايما يمشوني ان انا قصير، اروح البيت. مجموعه بقى اول حركه طارق فريد، ايمن فخر الدين، عصام معوض، احمد عسقلاني، كل دول كده اروح المنتخب معاهم بس امشي على طول. تمام، بنمشي ليه؟ عشان قصير. فاروح البيت بافضل قاعد وانا قصير، طب اعمل ايه صحيح؟ جنبي عالي ماشي، طب وبعدين؟ قصير برضه في الاخر. ده اسمه الواقع. لازم المدرب يقول للاعيب بتاعه ان الواقع ده كل ما لا يمكن تغييره هنركنه على جنب. خلاص مش في ايدي. الموقع بقى بتاع اللاعب هو كل ما يمكن تغييره. يبقى انا اول حاجه على طول عشان عندي سيلف اويرنس كويس اللعيبه بتاعتي، اقسم له ورقه كده اقول ايه الحاجات دي هنشتغل عليها لان ممكن قوي تحسن ادائك، والحاجات دي كده انساها خالص. بنسميها مربع المفقود. ده المفروض يعمله للاعب وهو صغير مدربه بدري جدا، بدري عشان اللعيب ما يقدرش يهري نفسه في حاجه مش بتاعته، مش عارف يعملها، وده مجهوده في حاجه مش هيجيب منها نتيجه. جول كيبر كويس قوي قوي بس قصير، هيفضل جول كيبر كويس امتى؟ مراحل ال 15 17 ده، اول ما يطلع فوق خلاص متشكرين. يبقى في ده الواقع، ده الواقع بتاعه، مش عارف يطول، واخد بال سعادتك؟ مستوى السرعه بتاعه، الالياف العضليه بتاعته بيضاء ولا حمراء، دي مهمه جدا. يعني انا هطور مستوى السرعه بتاعك، هل تبقى زي محمد صلاح؟ لا لا، محمد صلاح ليفه عضليه حمراء بالظبط كده، ليفه عضليه تشتغل بيضاء، يعني هتشتغل بقى هي اللي هتشتغل على الجزء ده، لكن في واحد تاني ما يقدرش. عشان كده بقول ايه، شغل المدرب في المنطقه دي هيفرق كتير قوي مع اللعيب. ما يموتش احنا اللعبة. احنا بنتكلم على الحاجه اللي مش ممكن يغيرها. اللاعب انا كمدرب هحطه اقول له بص يا ابني انت لاعب مثلا قصير، طب هو عايز يبقى لاعب كويس، في امور تانية ممكن يشتغل بالزبط. نفسه فيها بالظبط. طيب الامور اللي بيشتغل نفسه فيها دي، هل كافيه ان ممكن تخلي اللاعب ده بالرغم من الواقع بتاعه صعب ممكن يتحط في مصاف اللعيبه الكبار في لعبات كتيره؟ ممكن يعني مثلا الفولي دلوقتي بقى فيه ليبرو موجود، نقدر ليبرو قصير بس لعيب ملوش حل. في الهاندبول في صانع الالعاب، في الباسكت برضو كده، اذا في مناطق في الملعب ممكن. النهارده بتفرج على عمار حمدي في ماتش، اولا مبروك طبعا منتخب مصر طبعا، حاجه عظيمه جدا جدا طبعاً. جدا عمار حمدي جسمه قليل قوي، ومع ذلك شوف بقى العمل ايه. والولد العرضه النهارده والولد بتاع استراليا ارزاني ده لما نزل قلب الدنيا على الرغم انه جسمه قليل جدا. فهنا بنتكلم ده الموقع بقى بتاعه، الموقع اللي هو كل ما يمكن تطويره. طب يا دكتور ايه الفرق بين العضله البيضاء والعضله الحمراء برضه عشان السلام مش الالياف البيضاء الالياف السريعه الانقباض جدا طبعا، دي اهداف النهارده حاجه عظيمه جدا يعني. لاعب النادي الاهلي المعار كمان ولاعب منتخب مصر. اتفضل يا دكتور. انا مش عايز ادخل في الجزء البدني ده عشان ده لناس، ولكن على السريع كده نوع الالياف البيضاء اللي هو انقباضها سريع جدا لكن ما تقدرش تستمر لفتره طويله. تمام. الالياف الحمراء انقباضها بطيء شويه لكن عندها قدره تستمر. لما اجي انا اقول 100 متر لا الياف بيضاء لازم. لما اتكلم على الالعاب اللي عايزه قوم في الوزن العالي والوزن الطويل، اتكلم مثلا 10000 والضاحيه وكده، لا حمراء ده عايز حمراء. ده بيخسر شديد، بيخسر جميل، بيخسر شديد جدا. تمام تمام. لازم اصنف اللاعب، انا كمدرب لازم اصنف اللاعب بتاعي شكله ايه، بيتعرف بسهوله، والواقع والموقع بالظبط كده. طب ما لازم مدربين تدرس الكلام ده. اما احنا هو ده اللي احنا بنتكلم عليه، احنا عايزين نعمل المدرب المحترف كمان مش بس اللعيب المحترف، هو ده اللي هيطلع لي لعيب محترف بعد كده. الحريف عنده مهاره، المحترف عنده مهاره زائد التزام. التزام ده التزام في حاجات كتير قوي بقى، مش فكره بس مواعيد التمرين، لا لا لا. يعني الفرق ما بين الحريف والمحترف
والالتزام. اضافه على المهاره، المحترف عنده رونالدو مثلا، الاثنين عندهم مهاره، الاثنين عندهم مهاره. واحد زي رونالدو لما تيجي تتابع كده رونالدو، لا ده عنده سيستم، عنده لايف سيستم كده بيعمله ما حدش يعرف يدخل فيه خالص. هو عارف هو ايه اللي يخليه متربع على عرش كره كده 7-8 سنين، الميه الغازيه ما بيشربهاش. كل حاجه، كل حاجه يا باشا بيشتغل واحد محترف، عارف يعني ايه نعمل دي. حتى مقولاته كان ليه لقاء قريب كده قال جمل خطيره جدا، 5-6 جمل، يقول لك مثلا ايه، انك الناس اللي بتحبني بيساعدوني جدا ان انا ادي اداء جيد في الملعب، بس الناس اللي بتكرهني بيحولوني الى شخص لا يمكن ايقافه. ايه ده بقى؟ ده الناس اللي بتكرهه هي اللي بتديله في الملعب طاقه اكبر من اللي بيحبوه. ده محترف. ومين اللي علمه ده؟ ايوه ما هو ده الشغل بقى يتعلمه طبعا مدربينه. وده الشغل النفسي. هو ده الشغل النفسي بقى. يبقى انا النهارده بحول كل الطاقه اللي جايه لي السلبيه دي الى قوه دافعه. هوا جامد جدا وراك، تروح انت معدل نفسك، الهوا ده يخليك تجري اسرع. زي طياره، تستغل قوه الهواء انها تطير. بتتحرك عكس التيار، صح؟ عكس دايما التكوف بتاع الطيارات يبقى عكس الهواء احسن. بالظبط كده. اللعيب بتاعنا اللي احنا بنكلمه الكلام ده لازم انا افهم اللعيب الصغير، الصور عنده اهم من الكلام. والكلام زي ما سعادتك عايز. اللي بيأثر في العقل فعلا والوصله اللي بين العقل وبين العضلات هي صور مش كلام. بمعنى يعني اقول لحضرتك شجره. حضرتك هتستقبل كلمه شجره مني مش شين جيم ره ته مربوطه، لا شكل، شكل الشجره على طول. فاللعيب لازم كل اعداده النفسي يبقى صور. انا بجهز له صور على طول في كل حاجه جوه الملعب، انا بجهز له صوره، حتى الحكايه اللي بحكيها له حكايه صوره، فتفضل الصوره معلقه في ذهنه باستمرار، استرجاعها يبقى سهل قوي. طب المدرب معلش، يعني انت حضرتك قلت لي معلومه حلوه جدا، فرق بين الحريف والمحترف محترف. والالتزام. الالتزام في حاجات كتيره طبعا، مش بس التزام جوه الملعب. بالظبط، التزام خارج الملعب. التزام في شخصيته وتصرفاته لا انا عايز اخش اكتر. ثلاث حاجات الالتزام. ايوه ايوه بالظبط كده. ايه بقى الثلاث؟ اول حاجه اداره الذات، وتاني حاجه اداره الاولويات، وتالت حاجه اداره العلاقات. ثلاث حاجات. لا لا، اخر حاجه يا دكتور اداره العلاقات. اداره العلاقات اصلا مش هلعب لوحدي. طب خلينا نقول الكلمه اداره الذات واحده واحده. اداره الذات، اداره الذات هي قدراتي قد ايه واستثمرها ازاي. انت عندك يا كابتن هيثم ب 10 قروش قدرات، تعرف تدفع العرض تطلع ال 10 كلهم تستثمرهم. واحد عنده 10 مش ومش عارف يستثمرهم. بالظبط، عنده 10 فعلا. يقول يا ابني ايه ده، انت مقوبتك عاليه جدا، انت مشكلتك فين؟ مشكلته مثلث رغبه قدره اعتقاد بالامكانيه. تاني انا عارف المعلومات كتيرة بس مستمتع جدا. لا ربنا يخليك، بس انا حضرتك بتقول الكلام ده انا بترجمه على نفسي ولما كنت بلعب. كلنا كده بالظبط. يعني الكلام ده كنا بنعمله بس ما كناش نعرف من غير ما ناخد بالنا. النهارده بقى عالم. قبل ما تدرسه النهارده بقى عالم. طب هو يعني اداره ذات، او يعني هو دلوقتي لازم يدير ذاته بشكل جيد، بس دي بتحصل فيها تفاعلات. ايوه كتير. انا عندي ايه، انا عندي ايه المقاومات اللي موجوده عندي، وكل حاجه من دول اعرف اعملها ازاي. اعرف مقاومات أطلع نفسيه أحسن ولا مقاومات فنيه، نفسيه وبدنيه، كل حاجه، حاجة بقى كل حاله، كل حاجه بالظبط كده. طيب. وانا بدنيا فين بنسميه احنا كابتن هيثم المربع المفقود. يعني مربع مفقود، يعني عندي سقف مليان كله تمام، بس فيه مربعيه واحده بس واقعه. راجل اسمه دينز براجر يقول لك ان احنا طول ما احنا قاعدين بنبص في السقف غصب عننا ببص في المربع المفقود، ما بعرفش ابص في الحاجات اللي عندي. هو محمد صلاح مثلا جوه ال 18 في كورنر يعرف ينط يعمل هيد يجيب جون؟ لا ما يعرفش، هيقعد يعيط بقى انا قصير. بس بقى محمد صلاح برافو عليك. اللي هو ايه؟ اللي هو واسبه جوه ال 18، مش زي مثلا كان فاروق جعفر. فاروق جعفر كان مش طويل لكن جنبه كان عالي، بيعرف يعملها. لكن صلاح لا، مش عارف يعملها دي. اذا محمد صلاح كمان بمقارنه بمثلا كريستيانو رونالدو. بالظبط كده، ده بيطير يجيب الكره من اعلى نقطه. ميسي لا، يعني برضه خلي بال حضرتك. ايوه يبقى اذا انا ده مربع مفقود بالنسبه لي في الملعب، الحته دي مش هعرف اعمل فيها حاجه. ادور بقى على المربعات المفتوحه بتاعتي، المفتوحه السليمه الجميله بتاعتي. سريع جدا، خطواتي سريعه قوي، ما بيقدرش الخصم بتاعي يعرف انا امتى اجبرهم. بالظبط، اجبرهم يعملوا معايا. أيوة. العب انا بطريقه اللعب دي، مقاومتي انا دي كلها الجزء بتاع إدارة الذات فيما يتعلق جوه الملعب وبره الملعب. طيب الجزء الثاني إدارة الأولويات. يعني إدارة الأولويات يعني الأنشطة بتاعتي وأنا بعمل إيه كل يوم. عندي أربع باكج في إدارة الأولويات بتاعتي. عندي أحلام نفسي يحصل كذا وكذا، حلوة دي برضو. وعندي أدوار، حاجات أنا بعملها تجاه الاخرين. بالظبط، لا تجاه الاخرين. دوري انا دوري مع والدي، مع والدتي، دوري مع حتى تجاه الجامعه، مع مدربي، مع دراستي. ده دوري كله. وعندي اهداف، دي بتاعتي انا بقى، اللي هي كلمه سمارت. سبيسيفيك، ميجربل، اتشيفبل، رياليستيك، تايمبل.
يعني مثلا انا هبسطها مثلا اقول يبقى كلامي صح ولا لا؟ اه اتفضل. يعني هبسطها للساده المشاهدين واقول انا دلوقتي داخل على انا كبقى واحد بختار اولوياتي. عندي النهارده مباراه نهائي وفي نفس الوقت عندي محاضره مش مهمه. بالظبط. الاولويات بتاعتي بقى البريورتي دي انا الصبح المهمة. الصبح النهارده اعمل ايه؟ ممكن بعد اسبوع يبقى عندي امتحان بس عندي تمرينه عايز استشفاء. يبقى انا بدير اولوياتي عشان في الاخر هو ده كده صح؟ هو ده بالظبط كده. بس احنا في الاهداف عندنا خمس حاجات كده عشان نحول الدور والحلم الى هدف. صح. اللي هم كلمه سمارت جولز نسميها. بعد كده السيستم بقى، ازاي تعرف تحط اهدافك دي جوه السيستم؟ يعني ايه هدف جوه السيستم؟ ايه الفرق بين ان انا احب ما اعمل وان انا اعمل ما احب؟ لا اعمل ما احب ان انا ما فيش سيستم. الدنيا كلها بتعمل اللي يعني بتحب. اي حد عايز اشرب الميه دي خلاص. بالظبط كده. اي حد ممكن يعمل ما يحب. المحترف بس هو اللي يقدر يحب ما يعمل. يعني ما تيجي تقول له صلاح او رونالدو او ميسي او اي حد من الناس العظيمه دي تقول له انت يومك ازاي؟ يقول لك يومي صعب قوي. انا بصحى 5 الصبح عامل تمرينه وبعدين ادخل على الجيم وبعدين يوم صعب جدا. صحيح. هو بقى يحب ما يعمل عشان كده مستمتع. طبعا هو وصل للدرجه دي. هو عارف انه عشان يبقى نجم سوبر لازم يعرف يحب ما يعمل. طب دكتور فرصه ان انت معانا في ماساه كبيره جدا بيعاني منها اولادنا الصغيرين اللي بيبتدوا رياضه. انا بتكلم على الرياضه كجنرال كصوره عامه ازاي نصنع بطل. بيعانوا من نقص الثقه بالنفس. تمام. اولا نقص الثقه بالنفس ده انا ما اعرفش هل الثقه بالنفس دي هو بيتولد بيها ولا دي حاجه مكتسبه؟ والنبي يا دكتور ادينا كده محاضره للساده المشاهدين ازاي كل اب وام يعلوا الحته دي عند ولادهم. يا عيني عليك، ده الكلام جميل قوي. كنا زمان فاكرين الثقه بالنفس مكتسبه. اسف موهبه بيها. يتولد بيها. يقول لك الواد ده ما شاء الله عليه واثق في نفسه كده. قص شق. لا خالص، طلع مش كده خالص بقى. فعلا الثقه بالنفس معادله. لا قول لي بقى المعادله. المعادله الثقه بالنفس تساوي حضرتك سجلها عندك. دي مهم قوي. الخبره بسط على الموقف مقام. يعني يعني الخبره فوق والمقام تحت. الخبره فوق وتحت. الخبره فوق والموقف تحت. والموقف تحت. كويس. لو البسط عالي عندي في المعادله الولد ده واثق في نفسه جدا. لو ايه اللي عالي عندي؟ البسط عالي. البسط اللي هو بالظبط اللي هو بالظبط. الخبره لو زادت الخبره. الموقف ده عدى عليا 37 مره. لو الخبره زادت على الموقف الخبره تعمل 4-5 بنت الثقه. حلو كده. الثقه بالنفس بقت اضعف اضعف. ولو الموقف عالي عن الخبره الثقه بنفسي بتبقى مهزوزه جدا. ان شاء الله سعادتك تكون يعني جاهز تاني. بص اعزائي المشاهدين الكلام اللي بيتقال ده والله صدقوني الحمد لله ده يعني بنشكر الدكتور عليه وده انفراد فعلا لبرنامج الابطال. الثقه بالنفس لكل ولي امر والدكتور لسه بيقول اهو هي عباره عن الخبره معادله عباره عن الخبره على الموقف. لو عندك خبرات كتير وقصاد الموقف فالثقه بنفس بتعلى. لو الموقف اكبر من خبرتك لا ثقتك بنفسك اقل. طب ازود الخبره ازاي؟ اوكي. الثقه بالنفس مرتبطه بالمهاره. يعني الثقه بالنفس ليها معادله كده مع المهاره. المهاره دي معادله ثانيه. طبعا. طيب ايه هي معادله مع المهاره؟ لو كانت الثقه بالنفس اعلى من المهاره يبقى هتتهد بسرعه جدا. لو الثقه بالنفس اعلى من المهاره. لو الثقه بالنفس بسط والمهاره مقام عليك العوض. ليه بقى؟ الثقه بالنفس تمنحك الجرأة على دخول السباق. تمام. انا عندي ثقة انا داخل 100 متر لبس محترم وفخامة وبابا وماما جايبيني مش كده ولابس ستارز الحاجات الجامدة دي والتاني معلش انا اسف حافي جاي بنطلون بيجامة بس عنده مهارة. لا عنده مهارة عنده الثقة عنده الثقة فبتاع المهارة تقول له ايه؟ تخش السباق يقول لك ايه؟ لا انا خايف اصل بص الاشكال تخض لابسين احسن مني كله بقى اشكال تخض جامده جدا ده اقوى مني فخايف ادخل. الثقه بالنفس تمنحك الجرأه على دخول السباق. المهاره تمنحك القدره على الفوز بالسباق. الله ده حوار وده حوار. طب سؤال بقى يا دكتور لو انا عايز اكمل لك حته ايوه ما انا اكمل ما انا عارف حضرتك هتوصل ايه دخلوا الملعب مع بعض. تمام. اول 5-6 خطوات اللي لابس شياكه ده هو اللي عمل النقله بالثقه الثقة بالنفس. بس الواد التاني بقى اول ما دخل الجيم سخن طياره سبقه كتير قوي عدى بكتير قوي بس هو طيب. الواد بقى اللي كان داخل بثقه جامده ده اتهدد كل الثقه. ليه؟ يقول لك يا نهار ابيض ده الواد اللي جاي حافي ده ما عندوش ايه ده متمرن فين لا راحت كل الثقه بنفس التانية. يبقى لازم اطمن انا ان المهاره تكون بسط ما تكونش مقام. مهارتي العاليه تبقى هتخليني انا مع الوقت ثقتي بنفسي يعني. اللي هو بقى الحافي اللي كسب السباق ده تصور انت بقى السباقات الجايه هيبقى نجم النجوم ثقته بنفسه عليت عشان المهاره.
احنا كلنا بنلعب الجيم ده مع بعض. خطير قوي ان انا ادعم ثقه بالنفس من غير ما ادعم من المهاره. انا بعلي كل ما اخسر ثقتي تتهد ويتهد بقى الولد يتهز جدا. فانا لازم امن ان مهارته هي اللي بتعمل البالانس. يعني نقول للساده المشاهدين اللي بيلعبوا اولادهم رياضه ونفسه يشوف ابنه بطل اولمبي لازم يمشي في الطريقين. طبعا لازم طبعا. يعلي مهارته ويعلمه الفنيات بتاعت اللعبه كويس قوي وفي نفس الوقت يخلي ثقته بنفسه عاليه. بس طبعا. ثقته بنفسه عاليه هتيجي بنلعب مهاره. ايوه هيخلي المهاره دايما بسط. كل ما تعلى المهاره فوق كل ما مستوى الثقه يعلى والعكس صحيح. ده هيبقى كلام جميل بقى. انا عايز اتكلم مع حضرتك وعايزين نعرف الفرق بين حاجات كتيره وانا مستمتع بالحقيقه بحوار حضرتك. بس خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين. هنطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا طبعا مع الدكتور شريف في كلام مهم كتير عن الناحيه النفسيه للاعبين واللاعبات ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد مكملين حوارنا مع دكتور شريف صلاح الدين استشاري التدريب والتطوير والمعد النفسي الكثير من الفرق. كابتن كنا بنتكلم او دكتور كنا بنتكلم قبل الفاصل. كابتن حلو فولي بول عمرت بحضرتك كنت مدير فني فولي بول وعملت شيفت كارير بعد طبعا 2011 ودخلت في الموضوع النفسي وده موضوع حقيقه نادر جدا في مصر ولكن هو موضوع مهم جدا. انا في بعض الامور اللي برضه حضرتك انا ما اعرفش تفسيرها ايه. يعني بلاقي لاعب ناجح جدا بعد ما بيبطل كانسان ما بينجحش. طب ازاي اللاعب ناجح وازاي بعد ما بطل رياضه ما بقاش ناجح؟ ايه السبب في ايه؟ هو اتبنى كلاعب مجموعه الاعداد البدني والفني والخططي والسيكولوجي بس ما اتبناش كانسان. وذاك بقول بقى المدرب الشاطر الشاطر هو ده اللي هيقعد في تاريخه الشخصي ان انا كم انسان بنيته كم لاعب بنيته. دي على فكره فتره صغيره بس كم انسان بنيته. لا دي كبيره قوي على فكره. وازاي كان انا حرصي وانا معايا لعيبه ويقدروا يسالوا لعيبتي اللي كانوا موجودين معايا بقى الفترات اللي فاتت حرصي انا عليه كانسان ان انا بعد ما اسيبه ابقى مطمن جدا على درجه نجاحه كانسان صالح في الحياه كمواطن في الحياه في المجتمع ناجح في علاقاته ناجح في شغله ناجح مع اسرته ناجح مع زمايله ناجح مع اولاده. ده مهم قوي مش ان هو ناجح بس في الملعب. بشوف ناس كتير كانوا ناجحين في الملعب بس بيصعبوا عليا قوي لما اشوفهم بيتكلموا لا علاقاتهم متلخبطه وبيخبطوا يمين وشمال وطجنوا في شخصيات صح كبيره يعني صح صح لكن انا بشوف شفناها كلنا موجودين بقى وحتى ناس كبيره يعني كده. لكن انا لو ربيته كانسان الدنيا تختلف خالص بقى في رصيدي انا شخصيا ان نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم. صدق الله انا بركز قوي على الجزء ده وانا بشتغل. طب قول لي يا دكتور دلوقتي انا لعيبه كتير جدا انا كنت منهم يعني ممكن يطلع من المباراه يقول لك لا انا ما عنديش حظ. الحظ موجود في الرياضه مطلقا على فكره مطلقا. بص بقى مش حظ خالص انت بتنفي لي حاجه مطلقا مش حظ ليها قانون بقى. لو حضرتك فهمت قانون الحظ الدنيا بقى تمشي. طب قول لي القانون وقول للساده المشاهدين لازم الناس تعرفه. اولا ربنا سبحانه وتعالى قال قانون كده في الكون ان كل شيء خلقناه بقدر. صدق الله. عارف حظ يعني ايه؟ حظ يعني حاجه حاشا لله وقعت من السماء كده. لا هي في حاجه قانون اسمه مكافآت في غير اتجاه الانشطه. يعني ايه؟ لعيب بيتمرن جامد قوي مموت نفسه تمرين درجه الجهد بتاعته في الملعب عاليه جدا جدا ودخل فيه جونين كده يعني مش مظبوطين خالص في وقت من الاوقات زي ما حضرتك اتكلمت كده في كورك عليه دخل الجون حصل حصل يجي بقى ربنا سبحانه وتعالى خلاص هو تعرض لازمه اهي يجي يقول لك حظ يعني ربنا يكافئه بقى في ماتش تاني هو يروح زاويه في البلانتي والكره تطلع اوت في الزاويه الثانيه. ده مكافاه ربانيه. دي مكافاه ربانيه على مجهوده. انت شايفه حظ؟ لا طبعا هي مكافاه على مجهوده. حضرتك شايف ان الحظ يذهب لمن يستحق؟ طبعا مفيش كلام 100%. ما انا بقول لحضرتك هي لو كلمه حظ دي هو ليه فرق كتيره جدا ما بتتغلبش؟ تغلب ماتش عوض الماتش اللي بعده يقول لك ايه؟ يعني هو ده عنده حظ وانا ما عنديش؟ يعني ايه عنده حظ؟ صحيح. ازاي فريق طيب بيقول مفيش ربنا اصلا؟ حاشا لله يعني. يعني الناس مش خالص موجود في الدنيا يكسب فريق بيقول فيه ربنا وقاعدين يصلوا في الحسين ده فعلا الكلام ده بيتقال. قانون الكون يا باشا ما فيهوش حظوظ. قانون الكون فيه معادله كده السنن في الارض السنن اللي موجوده طبعا اسمها ايه بقى؟ اسمها الجهد في الوقت في الاتجاه. سجل المعادله دي الجهد دي مهمه جدا. الجهد في الوقت في الوقت في الاتجاه في الاتجاه الاتجاه صحيح. انت ممكن تعمل جهد دلوقتي في اتجاه غلط بتمرن غلط يبقى انت كده هتروح واحد ماسك سناره سمك وعمال لي قاعد في حمام السباحه بقاله يومين بيعمل جهد اهو حظه وحش قوي جهد ووقت ايوه بس بصوت حمام السباحه مفيش سمك مفيش سمك هنا صح كده. فلازم اطمن على اللعيبه بتاعتي وبتبذل جهد. هل
الجهد المناسب بتاعه ولا بيطنش يريح. طب مين اللي يحقق الاتجاه؟ مين اللي يثبت للاعب اتجاهه؟ ان انا طول ما انا ماشي بقيم اسمها الكايزن. الكايزن الياباني دي استراتيجيه تقول لك التحسن المستمر. لازم انا لما اشتغل الشغل ده مع المدرب قياساتي بعد فتره المدرب بيقول لي يعني اكيد انا الكيرف بينزل شويه مع المجهود. هو ده طبيعي. بعد يومين يحصل ريكفري يطلع اشوف بقى الايه الاخبار بتاعتي الاستاتستكس بتاعتي في الماتشات الى اي مدى انا في نقله في الارقام بتاعتي دي ضروري انا اشوفها يبقى الاتجاه بتاعي صحيح. اذا الوقت والجهد في الجهد في الاتجاه. في الاتجاه لازم الثلاثه دول يبقوا ماشيين صح. شلنا واحده كل حاجه باظت. لو شلنا الجهد يبقى حضرتك عايز تضحك على قانون الكون، مفيش شجره بتطلع في ثلاث ساعات. انت عايز بس احنا ليه بيحصل معانا كده؟ ان انا بدخل فيلم في السينما فاشوف البطل غلبان قوي قوي وبعد ساعه ونص في الفيلم الاقيه رجل اعمال كبير. ده مش رجل اخضر مثلا حول وده مش بيحصلش في الحقيقه. يعني حضرتك بتنفي يا دكتور نفي مطلق ان في حاجه اسمها حظ. هي بس بقول لحضرتك ايه مكافاه ربنا سبحانه وتعالى يجعلها في غير مكانها. هضرب لك مثلا سريع عشان الساده المشاهدين يفهموا الموضوع. هاجر عليها السلام مثلا كان السعي بتاعها في الصفا والمروه. السعي صعب جدا، سبع اشواط صعبين. احنا بنروح هناك احنا بنروح هناك تكييف ورخام ومعانا الموبايلات والميه جنبنا بتاعت زمزم مش كده؟ هي عملت السبع اشواط دول في الوادي. مفيش اي حاجه معبده. اسماعيل عليه السلام بينه وبينها 135 متر، مسافة بعيدة قوي. بعد كل الجري الصعب جدا ده ما طلعتش المية في الصفا والمروة. تصور انت لو احنا اللي بنحط المكافأة هنطلع لها المية المكان اللي جريت فيه. لكن ربنا سبحانه وتعالى عايز يقول لنا قول لها ان مش شرط المكان اللي هتجري فيه اطلع لك فيه الرزق. ده الفرق بين اسباب الرزق وباب الرزق. الله. حضرتك بتشوف بقى باب الرزق دي ان هي حظ، لا هي مكافآت على جهود في اماكن اخرى في الحياه. زي ستنا مريم وهزي مظبوط ممكن تقع لوحدها. صحيح صح. فالمكافاه جت من عند ربنا بس تجيلك فين؟ مش انت اللي تقول. دي لازم نقف عندها. دي يعني لازم وقف. اصل مريم عليها السلام حصل معاها موقفين. الموقف الاولاني كلما دخل عليها زكريا المحرابه وجد عندها رزقا. قال يا مريم ان لك هذا؟ قالت هو من عند الله. ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. خلي بالك هنا الرزق جالها من غير ما تعمل اي حاجه. لا تاني يعني الرزق ممكن يجي لك من غير ما تعمل حاجه. بس خلي بالك بقى ودي اللي برضو في الرياضه كانت موجوده. انت ممكن يجي لك مكسب وانت ما تعبتش فيه دلوقتي. تمام. بس انت بعد اسبوعين ثلاثه هتلعب ماتش حلو قوي وتخسر. خسرت ليه بقى؟ ايوه ماشي ما انت الماتش اللي هناك ده كسبته. ما كسبته كده برضو هي الدنيا بس كلها المعادله كده. دايما قدام عينينا جهد في وقت في اتجاه. هتمشي بالمعادله دي هتلاقي بقى الحظ تحت رجلك، هتلاقي المكسب، هتلاقي ان انت بقيت بطل. لازم تعمل الثلاثه دول. المعادله الثانيه بتاعت مريم عليها السلام. تمام. الدنيا ضاقت جدا. هي حامل و طبعا احنا عارفين القصه. طبعا. فتصور بقى حضرتك ان في الوقت ده ربنا سبحانه وتعالى هي تقول يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا فنداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريه وهزي اليك بجذع النخله. جذع النخله جامد. في الوقت ده بقى مش مفروض ان هي تهز لانها تعبانه جدا. طبعا. ربنا بعت لها الرزق لما كانت تقدر تعمل جهد. ولما ما تقدرش تعمل جهد خالص طلب منها جهد. دي فعلا درس كبير درس الرياضي. ليه بقى؟ لما المدرب يضغط عليك قوي لما الظروف تتلخبط قوي معاك هيبقى مطلوب حضرتك حاجه اسمها الميل الاضافي. يعني ايه الميل الاضافي؟ لا واحده واحده. الميل الميل الاضافي الاضافي. هو الدنيا ضغط عليك قوي مش هتريح بقى هنا. لا خبطت في رجلك رجلك سبين انكل متحمل عليك في التمرين كل الكلام ماشي. ده ماشي. هنا عايز منك الميل الاضافي. انت كنت بتبذل جهد قد ايه قبل المشكله دي؟ 5 من 10 ماشي. عايزينه 7 اللي هي وهزي اليك. يعني كل ما الدنيا تزد عليك والتمرين مطلوب وهزي اليك دوس اكتر. ايوه طبعا هو لازم كده وان المعادله كده. يا اما بقى سلم وروح اقعد في بيتنا. اللي بيروح بقى ما ياخدش بقى ايه المكافاه. المكافاه اللي هو الحظ. ايوه اللي هي الحظ. عيني عليك يا دكتور انت كده بص يعني انا نفسي هطلع هنا اللي هيقول لي حظ بعد كده خالص. مفيش حظ صح. طب خليني اروح مع حضرتك على حاجه ثانيه. زي ما بنعمل استعاده استشفاء بدني تلج بقى وتخش ونقعد في ونادي الاهلي الحقيقه كان سباق في هذا وعمل غرفه في غرفه الملابس حاجات كتيره جدا في الاستشفاء البدني. في استشفاء نفسي؟ طبعا طبعا طبعا. هو الاستشفاء حتى لو كسبان اصل هو في علاقه بين العقل كويس وبين الاعضاء اللي هتلعب. فلو العلاقه والاشارات دي مش ماشيه كويس يقول لك هو مش فورمه النهارده. مش فورمه ليه بقى؟ ليه؟ الاشارات اللي ماشيه دي مش ماشيه مظبوطه. في شويه لخبطه حاصله جوه انا مش شايفها بره ومش عارف ايه الحكايه. شايف اثرها بس ان هو مش اشكرك مش مظبوط. جمله جميله. هنا لازم نقول لعيب ايه؟ حاجه اسمها حكمه زجاج السياره.
حكمة زجاج السيارة. زجاج السيارة. ايه بقى زجاج السيارة دي؟ دايما انا راكب عربيتي الازاز اللي قداماني بتاع البربريز كبير قوي. صحيح. المرايات صغيرة قوي. ليه المرايات صغيرة والازاز كبير؟ دي مهمة قوي. ما انا هقول لحضرتك بس اسمح لي اجاوب. طبعا البربريز عشان بشوف بيه لقدام. ايوه. انما المرايه ببص لورايا. اشكرك. فعايزها صغيره. صح تمام كده. العيب المتلخبط ده بنساله انت شايف قدامك كويس اللحظه الحاليه وقدامك كويس ولا انت بص على الماضي؟ لو انت بص على الماضي مش هتعرف تجري. طب قال لك انا مش عارف انا شايف ما هو انا اللي اقول له بقى. احنا نقول شويه حاجات كتيره بقى كده. يعني انت بتحطه في امتحان. طبعا. الاول انت شايف ايه؟ ما هي اللحظه الحاليه دي هي اللي ايه اللي هتوديك قدام انت عايز تروح فين. ايوه. اللحظه اللي في الماضي دي هي اللي جابتك هنا. يبقى انت المرايه كبرت. ايوه. ما بقتش شايف قدامك. مرايتك كبرت فمتلخبط خالص. الله. سي انا ماشي بسرعتي بالعربيه كلت مطب. حلو. فطبعا احنا كلنا يا ساتر ايه ده؟ رحت بص وراك قايم في مطب تاني فهتاكل لا هتاكل التاني. خدت التاني. ما تاكله. ما انا بقول هتاخد التاني. اللي فات ده يا نهار ابيض يا ساتر بص بقى قدامك عشان المطب التاني ما تاكلوش. او في منحنى يا خبر ابيض دي صعب جدا اوعى تبص وراك. خلص. القضيه خلصت هنا. طب يعني لو بصيت وراك اصبحت غير قادر على اداره اللحظه. تمام. في الماتش انا مطلوب دخل فيها جون جبت جون متعادل الماتش قرب يخلص كل الكلام ده كده مطلوب من اللاعب كيف يدير اللحظه بتاعته. عشان يدير اللحظه عايز اعمله مجموعه صور زي اللي احنا بنتكلم عليها دي كده. فاقول له وانا في الملعب اقول له ايه؟ ازازه العربيه. يعني ايه ازازه العربيه؟ خليك بص قدام. انتهت القصه خلاص بقى مش هحكي له الحكايه الكبيره قوي دي هناخدها في الاعداد. بعد كده ازازه العربيه. ايوه. انا اللي هقول المرايات بعد كده. دي هناخدها في الاعداد. فاحنا واحنا في الاعداد بنكلمه. صحيح. بالطريقه دي. فنيجي في الملعب انا مش محتاج خالص اشرح شرح طويل. بس تعمله كده الرمز بس. العربية. الرمز بس. اعمله كده زي الفار. شرط الفار. هتلاقي نفسه فاق وركز فيه. بص قدام. طب ساعات معلش يعني تقبل كلام انا سعيد والحقيقه انا ربنا يكرمك يا ناس. فانا دلوقتي ممكن ابقى لاعب ساعات الاقي نفسي مش كويس برغم اني اتمرن مش عارف في ايه اروح لمين واروح للمدرب يقول لي لا انت وحش اروح ل مش انا مش عارف انا مالي ده مش ادائي اعمل ايه؟ في حاجات بنعملها في ساعتها جوه الملعب على طول وحاجات نعملها بعد ما نخلص. الحاجات اللي جوه الملعب ان انا مبدئيا عندي ثلاث قواعد مهمه. رقم واحد الماضي للتعلم وليس للتالم. دخل فيها جون جبت جون في نفسي حصل انا اترقصت رقيصه مش حلوه كل ضيعت جون ملوش حل كل الكلام ده كده ده خلص. الماضي بالزبط. للتعلم وليس للتالم. القاعده الثانيه ليس مهما من اين انت قادم. ما تحكيليش كتير البطوله اللي فاتت والجون اللي فات والشوط الاول شفت الكره اللي عملناها اللي خلص ده. ليس مهما من اين انت قادم المهم الى اين انت ذاهب. الثالثه بعد الماتش اي الم فات نفسي ما تكلمنيش على الالم والحسره اللي فيه كلمني على الخبره والعبره. يعني ايه؟ اتغلبنا الماتش الفلاني كنا كويسين قوي ما تجي اتغلبنا والجمهور فضل يقول وشفت بالليل كل الكلام ده ما بيلزمنيش قول لي الخبره اللي خدتها ايه من الماتش اللي اتغلبته والعبره ايه؟ لان الفشل دايما بيعلم اكتر من نجاح. لا ده انا عايز ارجع للفشل والنجاح وازاي نحوله بس خلينا نطلع الفاصل دكتور نطلع الفاصل سريع واجي لحضراتكم نكمل حوارنا عن الناحيه النفسيه للاعب ودي مهمه جدا ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد مكملين حوارنا مع دكتور شريف صلاح الدين استشاري تدريب وتطوير والمعد النفسي لكثير من الفرق الرياضيه. دكتور كنا بنتكلم قبل الفاصل عن النجاح والفشل امتى اقول ان انا نجحت كرياضي وامتى اقول ان انا فشلت. هل منصه التتويج هي النجاح والفشل ولا في امور ثانيه؟ اولا هو تعريف النجاح والفشل جنب بعضه كده ده مش صح خالص. تمام. لان الفشل مش عكس النجاح. عكس النجاح الاستسلام. ايه ده؟ انت بتقول لي حاجات لا هو اول الف ب دي الف ب لان النجاح. انا طبعا مش عكسه الفشل خالص لا النجاح عكسه الاستسلام طبعا طبعا. ليه بقى؟ لان انا عشان انجح عايز اعدي على في المهاره عايز اعدي على اربع سلمات. انت عارف مين اللي قال الكلمه دي؟ لو تفتح حضرتك متابع مانويل جوزيه. جوزيه قال كده والله جوزيه قال كده. جميل. هو كلام درسها. هو درسها بالظبط كده والمدربين الاجانب اللي بيجوا عندنا درس الكلام ده. النجاح مش عكسه الفشل عكسه الاستسلام. بالظبط بالظبط. ولذلك شوف مره الفرقه اتغلب مثلا برشلونه اتغلب 5-0 هزيمه صعبه قوي بعديها باربع ايام بيلعب كسبان ماتش جامد جدا خلصت القضيه خلصت 5-0 ده حاله وخلصت اللي جاي بقى ايه؟ فاحنا ليه بنقول الفشل مش عكس النجاح والاستسلام عكس النجاح؟ لان انت مش هتعرف تعمل اي مهاره كويس الا لما تعدي على اربع سلمات مهمه. السلمه الاولى سلمه التعليم ودي كونشس مايند يعني الوعي هو اللي بياخد المعلومات.
وبعدين التدريب بنقلها تدريجيا من الكونشس مايند للسب كونشس مايند في اللاوعي بقى. لما بنقلها تدريب بيبدا يجرب بقى، هو بيحاول بالزبط. بيحصل له احنا هنا اول ما ننقلها محاولات وخطا، ما هو عايز يعملها ترايل اند ايرور، مش كده؟ ترايل اند ايرور. لما ترايل اند ايرور عنده خطين، اما اقول لك مش عارف اعملها خلصنا هنا، او انه عنده قدره بتنمو القدره على تجاوز الفشل ده. صح. كويس. اول ما تجاوز الفشل ده بقى كده او الاحباط، يروح لحاجه اسمها محاولات سليمه متكرره، يبقى خلاص مبروك عليك. صح. خلاص بقى مبروك عليك عملها خلاص. كل بقى الجمباز والسباحه كل الفيلم ده لازم يعدي على الاربع سلمات دول. لا يمكن لا يمكن يوصل لمحترف الا لو عدى على الله. وعلى فكره مش محترف بس، ابني عشان ياكل انا عشان امشي العربيه واجري وسط العربيه وسط العجله. كل الكلام ده عدينا على الاربع سلمات دول. هيل. هي فين المنطقه اللي بنقع فيها؟ أيوة. اللي هي المحاولات والقدره على تجاوز الاخطاء. انا غلطت خلص الموضوع، هتجاوز بقى عشان اوصل اوصل لممارسات صحيحه منتظمه. طيب هنا نسقف لك. حلو جدا، انت حضرتك صلحت لنا كونسبت معين، ان الفشل مش ضده النجاح، بس النجاح ضده عدم الاستسلام. طيب احنا عايزين نتكلم عن اللي بيحصل في الدوري الاولمبي. معلش انا اسف بقى، انا مش عايز اخش في الحته دي، انا بتكلم جنرال بس خلينا عشان ايه ضروري نوضح للناس. ضروري حضرتك في ثلاث انواع منافسات، يعني احكي لنا ايه اللي بيحصل في الدوري الاولمبي عشان برضو الناس ما يبقاش عندنا اي قدر من الاحباط او جلد الذات. في حاجه اسمها العاب رقميه. رقميه انا ما عنديش تنافس مع اللي بيلعب معايا، انا عندي تنافس مع الرقم. سباحه، رفع اثقال، وزن عالي، وزن طويل، كل الحاجات دي كده. رقم بكسب في رقم موجود مع ملاحظه ان الرقم ده احتمال يتكسر هناك. انا لو انا وصلت له هنا فانا كده مبدئيا عملت اللي عليا، بس لما اروح هناك بقى في ناس ممكن تكسر الرقم. فانا مش هزعل من حد قبل ما يمشي من عندي من هنا مش واصل للرقم بتاعنا، مش كاسر الرقم. لا هو لم يحقق، هو كسبان افريقيا طبعا، بس رقمه مش كافي، بس رقمه مش كافي لهناك لبطولات العالم، فما زعلش منه. يبقى دي المسابقات الرقميه بالظبط. قبل ما يمشي عندها تنافس مع الرقم. الثانيه العاب النزال، ملاكمه، مصارعه، تايكوندو، كاراتيه، تنس طاوله، كل الكلام ده كده. نزال فردي. نزال فردي. دي التجربه بتاعتنا فيها الخبره على الموقف، الى اي مدى الخبره مع مجموعه الابطال العالميين دول. هل لها كتير مع ابطال عالميين؟ شافهم كتير. شافهم كتير، احتاجهم خايف منهم عشان لما اشوفهم ما يتخضش. زمان يبقى نطبق عليها المعادله. الخبره على الموقف ده بالنسبه لالعاب النزال. العاب الجماعيه بقى كده لا، ده حوار تاني خالص. إيه حركة، عندك شغل بره هتلعب مع فرق، وعندك شغل جوه التيم، ازاي تعرف تعمل تيم هارموني، تيم ورك هارموني بين الفرق وبعضها. روح كويسه ولا ممكن يكون عندك الفرقه حلوه بس اللعيبه مع بعض مش كويسه. فده ليه شغل جوه التيم وليه شغل بره مع الفرق التاني. المعادله دي مش كافيه. لا مش كفايه. خبره لان الفردي انت بتعده هو نفسه يروح يلعب ويكسب ان شاء الله رب العالمين، زي هدايه كده وزي سيف. زي سيف. لكن التيم بقى لا، فريق اليد بتاعنا امتى عمل البطولات الكبيره وامتى خد الشغل الرائع اللي احنا كلنا فخورين بيه. الاتحاد اهتم بيه كفريق. برافو عليك. وبدا بقى ايه بطولات عالم يكسب ودوره ويطلع بطولات دوليه كتير على طول. فبقى بالنسبه للولد ده عادي جدا دي. والهارموني كويس بينهم وبين بعض، يبقى احنا حققنا الاثنين مع بعض. وده اصعب على فكره، انك انت تعمل ميداليه جماعيه. لا اصعب مش اسهل. مش اسهل. الميداليه الجماعيه يعني بعدد كبير من الميداليات الفرديه. ده اللي بيدي الدليل ان الالعاب الجماعيه شعبيتها اكتر. طبعا. فيها مجهود بيبذل اكتر. صحيح. وفيها دنيا تانية خالص. العلاقه بين اللاعبين وبعض والجهاز الفني والكلام ده بيكون اكتر من فيه واصعب بكتير من الحاجات الفرديه. طب دكتور عايز اسال حضرتك حاجه، ساعات نقول ده شخصيه ايجابيه وده شخصيه سلبيه. هل دول عكس بعض؟ وازاي ان انا يعني ازرع الايجابيه في اللاعب وهو صغير؟ صور بقى دي بقى احنا بنقول عليها دي نمره واحد للمدرب. اول حاجه عايز اللعيب ده يبقى كويس على المستوى الشخصي كلعيب وعلى المستوى الشخصي كانسان، ايجابيه من وهو صغير جدا بدري. بابا وماما في البيت الاول بس هي الايجابيه معلومه ونصيحه نقدمها ولا مهاره نتعلمها؟ لازم اجاوب، لازم المدرب يجاوبني. صح. هنقعد مع المدرب الاول، انت رايك الايجابيه دي نصيحه؟ اقول لك خليك ايجابي. ايوه اعمل ايه بقى؟ اعمل ايه؟ برافو عليك. خليك ايجابي. ايوه ماشي، عايزني اعمل ايه؟ ايجابي كده، بص ايجابي ولا حاجه خالص. مش فاهم. انا قدمتها كنصيحه. لا، الايجابيه مهاره. هيتعلم مهاره الايجابيه. ازاي؟ لما اجي اقول لك مثلا ايه؟ كابتن هيثم ايه احلى حاجه حصلت عندك في الاسبوع اللي فات؟ هنا انا عملت المؤشر على الايجابيه. ما انت غصبا عنك هتجاوبني تقول لي احسن حاجه عملت دور ما بين الحاجات الحلوه. احسن بالظبط، عندك شويه حاجات حلوه كتير. ايه احلى اكله اكلتها الاسبوع اللي فات؟
ايه احلى موقف بقى حصل، احلى لعبه، احلى لعبه عملت، احلى فيلم شفته. انا هنا خليت المؤشر اوتوماتيك اجباري مني انا يروح للولد عند الناحيه الايجابيه. احنا بنسال اولادنا دايما في البيت ايه، حد زعلك في المدرسه؟ ده تدريب محترم على السلبيه. ممتاز. ايوه انا بدربه على السلبيه. ده كده ممتاز قوي. ايوه هو يقول لك ايه، حد زعلني، حد زعلني، عمال يدور هو في الحاجات السلبيه ويفتكر الحاجات اللي ضايقته، يدور بقى يبتدي يبقى سلبي، عايز يجاوبك. عايز يجاوبك. فخلينا نحط كده مفهوم للسلبيه بعد ما قلنا ان هي مهاره، والايجابيه، الايجابيه هي القدره على رؤيه الجانب المشرق في اي حاجه، تعرف تشوفه. تمام كده. ايه تاني؟ القدره على تنفيذ الحلول الجزئيه. يعني انا عندي مشكله كبيره كده، حلو. بالظبط. كانت والدتها الله يرحمها بتعمل تريكو. فانا رايح النادي اتمرن، وتروح قايله لي تصلي المغرب وتقول لي ايه يا شريف، النبي الله يكرمك، البكره بتاعت التريكو متعقده ففكها لي. ابص على البكره، فك يا ماما. مستحيل. افهم انا ان هي مش عايزه يروح النادي. ما هو ده، ما افك البكره يبقى هقعد ساعه، هقعد عقده صغيره تقعد تحكي شغلانه. فتروح قايله لي ايه يا ابني، انا ما فيش مشكله، روح النادي زي ما انت عايز. طب دور لي بس على اول الخيط. ايوه، هي الايجابيه بقى. دور لي على اول الخيط بس، يبقى اي مشكله معانا هتقابلنا الشخص الايجابي عايز اول الخيط. الشخص السلبي يقول لك ايه، انا عايز احلها كلها. مستحيل. لا مش تحلها كلها. تمام، يلا. تمام يا دكتور، والله انا مش عايز اقول لحضرتك الوقت عدى بسرعه، وانا يعني مش عايز الوقت يخلص، بس انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. دكتور شريف صلاح الدين، استشاري التدريب والتطوير والمعد النفسي لكثير من الفرق، بشكرك، نورتنا في قناه النادي الاهلي. ربنا يخليك، منوره بيكم، مبروك منتخب مصر، ومبروك النادي الاهلي كمان البطوله العشرة، وان شاء الله ال11 وال12. اعزائي المشاهدين، ده كان لقاءنا النهارده وكلامنا عن الصحه النفسيه والاعداد النفسي للابطال واللاعبين. انتظرونا في حلقه جديده مع الابطال.